يعيد للخلف عند علي أسد. نقلات عنابية، تمريرات، لكن لا تزال الأمور حتى الآن متعادلة. لا يزال التعادل مستمر هنا في الجولة الخامسة. كرة مرت، هذه فيها جول، هذه جول عنابي، جول عنابي ياتي. شوف معلم، شوف مرت، شوف معلم، جول أول لمصلحة المنتخب العنابي. لقطة موجودة ولقطة فيها هدف رائع للعنابي. يأتي الافتتاح بأول الأهداف وأول الغيث قطرة يا العنابي، أول الغيث قطرة يا العنابي. كنا نقول من اللقاءات هنا نتابع أمامنا طبعا الكرة اللي جاءت من خوخي، أول أهداف المنتخب العنابي والهدف الوحيد خلينا نقول منذ الدقيقة رقم 28 من عمر هذا اللقاء هو الهدف. جول هنا، حكم اللقاء يقول فيها ركلة زاوية لأنها اصطدت ومرت إلى ركلة زاوية. تحير اتجاهها في اللحظة الأخيرة إلى ركلة زاوية لمصلحة العنابي. أيضا الهيدوس للمرة الثانية، ركلة زاوية ملعوبة عالية أمامية، راسية، جول، جول عنابي. يأتي الهدف الثاني من ركلة زاوية، شوف الرأسية، وشوف هنا كاسولا على طول في الشباك، مرت للشباك، عدت للشباك. ثاني الأهداف والعلامة الكاملة يا العنابي، والعلامة الكاملة يا العنابي. بوعلام عداها وكاسولا كملها، ويأتي العنابي بالهدف الثاني، 2-2 عن طريقك. مرت الآن لمصلحة العنابي. شوف فيها أريحية الآن، تعال شوف الآن العنابي ماذا سيفعل. شوف على الرغم من 2-0 إلا لاعبين المالديف كلهم في ملعب، لاعبين المالديف في ملعبهم، والهيدوس عداها خلصها، مرت موسى محمد، جول. الله 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 يا العنابي، الله يا العنابي، الله. هنا بهدف ثالث، عدت سليمة، مرت سليمة، أبو علام على طول في الشباك. يأتي الهدف رقم 3 لمصلحة العنابي. هنا جاء الثالث، هي قلت لك هنا في هدف. هنا نشوف أمامنا طبعا كرة والنقلة من الهيدوس لمحمد موسى لعرضيته، والكرة اللي عدت إلى الشباك مرت لمصلحة العنابي بهدف ثالث. هدف ثالث حق بكل أريحية. كل التوفيق إن شاء الله في القادم، والقادم أحلى والقادم أجمل للعنابي. كرة وصلت الآن خلفان مرة أخرى، أكرم حلوة، هذه رابع يا العنابي، رابع يا العنابي. يأتي محمد موسى،
كندا، أنا موجود بهدف رابع لمصلحة العنابي. يأتي محمد موسى، أوه قوية، تسديدة قوية، أكرم مررها ومحمد موسى كملها، وفي شباك المالدي يأتي رابع الأهداف العنابية، 4 أهداف و24 هدف في 5 مباريات.